الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم المرسلين المحمود في التوراة والإنجيل والقرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أبيه الخليل إبراهيم وأخيه موسى الكليم وعلى عيسى الذي جعله الله آية للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه ومن اتبع هداه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وشكره، قال سبحانه: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالحمد لله الذي هيأ لنا مواسم للطاعات، عظم شأنها، وضاعف ثوابها، فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة، وبلغنا عيد الأضحى المبارك مطمئنين آمنين، ذاكرين شاكرين، لربنا حامدين. فبالحمد نستهل يومنا، ونفتتح صلاتنا، وبه نبدأ ونختم أعمالنا. فنحمده سبحانه كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباده المؤمنون، ونذكره كثيرا، ونكبره تكبيرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أتممت خلقنا وأحسنت صورنا، فلك الحمد كله، وإليك يرجع الفضل كله. كرمتنا أبلغ تكريم، وفضلتنا على كثير من العالمين، فقلت في كتابك المبين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، أنعمت علينا بالإيمان وأكملت لنا الدين، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. فاجعلنا اللهم لك من الحامدين الشاكرين على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وعلى نعمة الإمارات بلد الاستقرار والأمان، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه، أيها الحامدون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالتقرب بالأضحية إلى الله في هذه الأيام المباركة سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. وأكثروا في هذه الأيام يا عباد الله من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه وحمده، واعلموا أن ديننا الحنيف رغبنا أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا، محافظين على قيمنا، متمسكين بأخلاقنا، معتزين بهويتنا وأصالتنا، حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة، محققين بذلك تآلفا وتراحما وتعايشا وتعارفا. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا، فقلت وقولك الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعل هذا العيد علينا سعادة وتلاحما وتراحما، وزدنا طمأنينة وهناء، وأدم السعادة على وطننا وبيوتنا وعلى أهلينا وأرحامنا. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها، وبرها وبحرها، وأرضها وسماءها، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، واحفظها بحفظك، واحرسها برعايتك، وأدم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم، وارفع في الجنة درجتهم، وشفعهم في أهلهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. أعاد الله تعالى هذا العيد عليكم بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.